بغيت تنتهي صبحه نشطه هاد النهار حيت كاينه الشميسه بيزار. راكم تعرفوا بلي اكثر وحده كنحماق على الغيام والشتا، كنقول غير ما تخرج الشمس هو اللي على عكس، ولكن دابا في السفر كتبدل لي كلشي. اذا انا عندي الحق كنقلب على الشمس على الخروج وعلى الدوران. فرحانه هاد النهار فيه واحد لينيرجي عاليه جدا. صافي ما تقلبش حموضه حيت لينيرجي بزاف كتقلبي حموضه. عارفه هاد الكومبيني ولكن الصبر فهمتي، اللي بغاني خاصو يبغيني بكاع الحوايج اللي فيا خايبين وزوين. لا لا كاينه. المهم هاد الفيديو هذا كامل غير تقات لي صورني بلا فرونش ديالي قبل لا تخسر. تعالي شو قلت لي مشواني البارح كتقول لهم لابس حوايج مقلوبين. وانت كنتي لابس حوايج مقلوبين ايوا صافي انت تخسر لك لا فرونش. عرفتي راه الانوثه ديالكم الفتيات اللي باغيين يطلعوا في لي بوتو داكشي راه كتمشي، كيبقى يمكن لكم ديروا حتى شي حاجه بعدا الفون دو تان وداكشي مع الكاسك كيلصق غير يلا كديروا شويه ديال الماسكارا وداكشي اللي غير كيكون في هاد لازون هادي الوسط. اما هادشي كله اللي في جناب الشعر خلاص كيمشي، كتخرجوا به زوين نقيقي كيحمق كترجعوا به الله على مشى البريستيج. اي حاجه فيها دي زافونتاج دي زانكونفينيون. يلا نفطروا يلا. فطور شمالي 100% بيضات، الجبن زيتون بيزو، واتاي شمالي خبيز وعصير. شتي واللي يعجبكم في الشمال هي فوق ما جيتي وغادي تفطروا، ما عندهمش ديك القضيه ديال الفطور كيسالي مع 11 ونص 12. لا فوق ما جيتي تفطر دابا 12 هادي حنا عاد كنفطروا معطلين هاد النهار عارفين راسنا، ولكن كلشي عاد كيفيق كتحس براسك راك مازال في الوقت زعما ما معطلش. الناس اللي ديما كيبغيو لي بخي ديال كل حاجه، انا قررت غادي نبقى نصور لكم المنيو كاع باش تشوفوا كلشي اللي خدينا واللي ما خديناش هاد النهار. البحار ناضي العمان واعر بزاف، عرفتي الناس كتبحر البحر عامر كلشي هابط يعوم. دابا راه حنا في البحر ديال مارتين ديك كما قلنا لكم في الفيديو اللي فات كنطاحت الشتا بقينا كنساينو انه يتقاد الجو واحد شويه. دابا صافا دابا الجو مديان هاد النهار ديكو البحر راه جوع هاد النهار كان خاصنا نعومو، حنا عندنا البلانات بالمقلوب ما كان عندنا الاختيار، كان خاصنا يا اما نمشيو نصورو تطوان يا اما نمشيو نعومو. دابا غادي نوقفو في كابو نيغرو محد الجو زوين نشوفو البحر واحد شويه وداك الشيء عاد نشدو الطريق لتطوان. ولكن واخا هكاك في هاد لابيريود الدنيا فريمون خاويه زعما ما كاينش الناس بزاف، انتم هاي كتشوفو غير هاد الكورنيش هذا يعطيكم الخبر. حطينا لكم واحد الفيديو في انستغرام ديال انه اللبسه ديالنا كيفاش دايره، ها ليكيبمون ديالنا كيفاش كنديرو لنا ضرب شبينه، تدخلوا الانستغرام وشوفوا. انا بروفيتي من هاد الثلاث ايام هادي ما درنا حتى شي حاجه حيت كانت الدنيا مغيمه، ومن خرجنا قنطنا البارح حنا صور واحد لا فيديو راه حطيناها في انستغرام. ضروري الناس ديال يوتيوب تبعونا في انستغرام حيت راه الكونتوني بدل كومبليتوم. كنا قبل لا نطلعوا لتطوان نضربوا هي طليله لا بلاص ديال كابوي نيغرو نشوفوا القضيه كيفاش دايره ونصوروا لكم حتى نتوما باش تعرفوا كيفاش دايره في سبتمبر اوكا او كنتيو باغيين تجي. حنا راكم عارفين شحال كنتسطاو على البحورات ديال الحسيمه وعلى الالوان ديالهم، كيجيونا اجمل البحوره من ناحيه اللون ديال الماء في المغرب، ولكن اجمل المدن بالنسبه لينا من ناحيه السياحه زعما الصيفيه في المغرب راهما هاد المدن ديال الشمال، راهما تطوان مارتيل مجاق كابو نيغرو. كابو نيغرو حنا كنحمقوا عليها لواحد الدرجه كبيره، هي ماشي فيل مي بلاصه زعما صغيره وكتحمق فيها دي ريزيدونس زوينين، وهادشي كيفسر علاش الناس كيتكبوا بزاف في الشمال حيت فريمون مدن عائليه بامتياز اللي قلبتي عليها وكتلقاها يعني دي ريزيدونس دي بيسين لي زوينين واعرين بدي نورم واعرين واحد النقا واحد لي فيو خطيرين، الخضوره في الطريق النقا باختو مهلين في هاد الجهه لواحد الدرجه كبيره فريمون كتفتح النفس عليها. بزاف ديال الناس كيفضلوا الشمال في الصيف والصراحه حتى حنا كيعجبنا بزاف، واخا هما الناس اللي كيتشكاو من الاثمنه في الصيف صراحه بصح راه كنشوف شي اثمنه شي اثمنه كنبقى كنقول ما يمكنش يعني باش تدوز عطله في شي بلاصه اللي نقيه وزوينه بشي فيو واعره راه خاصك ميم دا
ضرب ليها الحساب العام كامل. مي او موان انا كنقول هاد البلايص هادو يستاهلوا، يقدروا ما يستاهلوش بالنسبه للاثمنه ديال كلشي، حيت كاين اللي فريمون كيزيد فيه لواحد الدرجه اللي ما يستاهلهاش داك الحاجه، ولكن كوميم كاينين اللي كيخليو واحد الاثمنه معتدله اللي لو رابور كاليتي بري بالنسبه لا كاليتي ديال البلايص اللي كيكونوا هنايا تستاهل كوميم. نقولوا مرحبا بكم مدينه تطوان. حطينا موتور في واحد الباركينغ تحت الفدان، ودابا غادي نخرجوا نتساراو في النواحي ديالها. شارع محمد الخامس هو الشارع اللي كيتمشاو فيه الناس انفاس مع هذيك الكنيسه اللي صورنا. كيجيني بلاصه اللي كتشبه بزاف لشارع الاستقلال اللي كاين في اسطنبول، داك البلاصه راكم عارفين شحال مجهوره، راه كيعرفوها الناس من العالم اللي مشاو اللي ما مشاش. فكيجيني بهاد المباني القديمه وهذا الشيء ممكن يتستغل سياحيا ويولي شي بلاصه اللي خياليه اكثريه. لي زوتيل اللي كاينين الفوق داك المعمار القديم عرفتي تقدو غير من الداخل ويبقى داك المعمار وداك البيبان، تلقى الناس المخاطفه على داك لي شوم. خدامش ما خدامش داكشي، ما كاينش مولا ديالي بقناه شهرين ونتلاقاو. الرياض نشربوا شي كويس ديال العصير من بعد هاد المشي هذا كامل، وادي دغيا طير كاسو. سميتو رياض دارنا، في واحد لافيو زوينه بزاف صراحه. الله Thank you.
جينا لواحد البلاصه سميتها بوعنان، واحد الكافي سميتو ستيكا، عرفتي واحد الجو شحال زوين بزاف. صرفنا هنايا خدينا الطويجنات ديال الكريفيت غادي نتغداو صح لو. المهم الطواجن هادو بالضبط الساعه ونص حنا كنسينوهم تخيلوا صراحه عيينا. دابا عاد عمرنا كاشنا، انتي من دابا درتي الكاسك؟ جاني الريح وانا ندير الكاسك، مي راه حنايا ماشيين دابا، كاين الموت ديال الريح هنايا حيت جاية هكا شي شوية عالية، وهلكنا حيت بقينا كنساينو بزاف. ساعة ونص. ما فهمتش علاش. ولكن كان لذيد واخا هكا. شوف، كانت واحد لافي زوينة، المهم دغيا داز الوقت واخا هكا. كانوا طواجن بنان، بوغ الناس اللي كيبغيو يعرفوا الأثمنة، كان دو 60 درهم. 60 درهم الواحد. هاد البلاصه هادي سميتها بوعنان، بيان سور ماشي ضروري تاكلو، كاين حتى الناس كيشربوها كاتاي عصير. لا فيو زوينه بزاف وعالي، حيت كما قلت لكم جايه في جبل بوعنان، ولا بغيتيو تجيو لهنا نيشان ديروا لا لوكاليزاسيون كافي ستيكا، هي اللي درت انا باش وصلنا هنايا نيشان. وبقوه اللي عاليه ميم مارتيل كتبان، البحر ديال مارتيل وكابونيغرو كيبانو، فيو زوينه بزاف وكتكون خطيره تبليل.